السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من امتحانات سابقة على الحركة الاهتزازية والموجية للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. المسألة هذه بسيطة جدا، لكن بده يكون الطالب فهمان الأسس النظري لإلها. تنتشر موجة باتجاه محور إكس الموجب، إذن هذا محور إكس الموجب، بتردد، هذا التردد إف، كما في الشكل المجاور. جد طول الموج يعني لمدة، طول الموج عبارة عن قمة وقاع. نجي للرسم، هاي البداية، المحور هذا عبارة عن الإزاحة، والمحور هذا مقدار الانتشار اللي هو إكس. إذن عندنا القمة الأولى، هذه قمة، عفوا قاع، وهذه قمة. إذن من هنا لهنا هو الطول الموجي. إذن الطول الموجي عبارة عن 40. إذن الطول الموجي لمدة تساوي 40 سنتيمتر ويساوي 0.40 متر. الزمن الدوري على الطالب يكون ذاكر العلاقة بين الزمن الدوري والتردد. عطاك التردد، تعرف أنه الزمن الدوري يساوي مقلوب التردد ويساوي 1/10 ويساوي 0.10 ثانية. سرعة الموجة أيضا عليك تتذكر هالمعادلة، السرعة وتساوي لطول الموجة في التردد، وهذا طول الموجة وهذا التردد وهذا الجواب. بس في أمان الله. إذا لاحظ كيف دمج لك بين النظري والحساب.